مين ده طب انتي مش اللذيذ؟ شايفة ان انتي كنتي في وقت ابتديتي تحققي نجاح كبير ودلوقتي ابتديتي تقلي عنه؟ معاكي حق. يعني انتي هو ما فين في بنات قلش. جيلك؟ يعني انتي ما طلعتي بحبش السؤال كنتي ده. حاطة علامة كويسة أقولك فجأة لا ميس طب مش كملي. موجودة زي الأول. صح، ما عندك حق. هو انا اقولك حاجة لذيذة برضو، انا بشوفش نفسي قليت، بس بشوف نفسي بعدت. ما قلتش الحمد لله، انا مكانتي لسه زي ما هي كويسه الحمد لله. ليه بس هي بطلتي ما تغني؟ قلتش، ما بطلتش، بس هي سبحان الله زي ما تقولي كده ايه، الظروف ما تمهدتليش كويس موضوع الغنى ده. زي ما تقولي كده ربنا كل ما احاول ان انا اسلك فيه واسلك طريق في الغنى ربنا ما بيسهلها ليش. وانا من نوع بسلم لامر الله على طول، يعني بقول لا ربنا مش كاتب لي، بسعى فيه، سعيت فيه كذا مره، ولكن ربنا ما سهلليش الامور فيه، فبقول يا اما ربنا مش كاتب لي يا اما وقته لسه ما جاش. ما حدش قالك بطلي غنى؟ لا اكيد ما حدش يقدر يقول لي كده عشان انا صوتي حلو. انا عارفه، بس ما حدش قالك ركزي في التمثيل وبطلي ممكن غنى؟ في مين؟ ناس كتير، في ناس كتير قوي بيحبوني، وفي ناس يمكن من وجهه نظرهم ممكن تكون وجهه نظر صائبه، بس انا مش مقتنعه بيها. اللي هو مايس وتشز اللي انا عملته فعليا، انا بقالي فتره ما بعملش حاجه غير ان انا بمثل بس. يمكن بس تمثيل لحد الاعمال دلوقتي بره مصر الناس فعلا. كلها لما بيجي اسم مايس حمدان بيقولوا بتعمل برامج تقليد للفنانين. لا ده كان زمان. عمري ما عملت برنامج تقليد للفنانين. ولكن بصي اقول لك حاجه، بس اكتر حاجه اشتهرتي بيها قوي. اقول لك ليه؟ عشان كانت اول حاجه نجحتي فيها؟ لا عشان انت انا ممكن اكون ممثله هايله. ففي كتير ممثلين هايلين ممكن يكونوا احسن مني. في انا اكون مطربه كويسه وصوتي حلو، وانا عارفه ان انا صوتي الحمد لله كويس. بس في ناس ممكن يكونوا كتار بيمثلوا وبيغنوا، بس مين بيقلد؟